في المغرب إذا لم تجد فرصة عمل فهنالك فرصة متاحة لك. عالم اليوتيوب يفتح لك بابه على مصراعيه للاقتناء منه. كل ما يلزمك فقط فتح قناة فيه وكاميرا وأحداث مثيرة لتقوم بتصويرها. لا يهم أن تكون محترفا في المونتاج، ما عليك فقط سوى القيام بمقالب في عائلتك، لا يهم إن كانت مفبركة. ولا تنسى التركيز على روتينك اليومي، فأسهمه مرتفعة هذه الأيام. والأهم من كل هذا، العناوين يجب أن تكون مثيرة لتجذب الآلاف بل الملايين من المشاهدين لفيديوهاتك. هكذا أصبحت توندونس في المغرب، تملأه التفاهة والروتين اليومي، لكنه روتين من نوع آخر، روتين نباحي تعمل بطلاته على التركيز في التصوير على إبراز هيئتها الجسمانية المثيرة. أصحاب هذه الفيديوهات يسعون إلى الربح ويخضعون إلى لغة السوق، متجاوزين كل الخطوط الحمراء في سبيل تحصيل عدد أكبر من المتابعين. أما أصحاب المحتوى الراقي فنسب مشاهداتهم لا تقارن بالتفاهات التي أضحت تنشر اليوم على منصة اليوتيوب. نسب مشاهدتهم ضعيفة رغم جهودهم المبذولة في الإعداد والمونتاج. يوتيوب المغربي أضحى مكانا للمشادات الكلامية وتصفية الحسابات. تتعالى الأصوات المنتقدة للمحتوى المغربي، خصوصا بعد لجوء البعض إلى أساليب وصفت بأنها منافية للأخلاق لحصد أكبر عدد من المشاهدات. نشطاء مغاربة عبر السوشيال ميديا دشنوا هاشتاغ فيسبوك يطالبون فيه بإعادة النظر في محتوى اليوتيوب وحماية الذوق العام. واسم بركة من التفاهة دعا من خلاله المغاربة إلى الإبلاغ عن القنوات الغير اللائقة بهدف دفع يوتيوب إلى إغلاقها. الجنس والتفاهة مواضيع تثير الجدل، دعا كثيرون بسببها إلى تقنين المحتوى بفرض الرقابة على ما يتم تقديمه. وزير الثقافة المغربي حسن عبيابة قال إن قطاع الاتصال يعمل على إقرار قانون جديد يضبط النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة اعتبرها البعض جيدة فيما يخشى الآخرون من المساس بحرية التعبير عن الرأي. لكن رغم كل هذا السخط، لماذا يقبل الكثيرون على مشاهدة تلك المقاطع؟